آه يا مريم، شو عندك وصية؟ إن كنت شيلوا كل الوصايا والوصية تتذكر وقت اللي اجوا لعند علاج الملك لعند الفرنسوية معي وصية. شو هي؟ لا تزني. قال له خير احنا عايشين على الزنا، اجا عند العرب لا تكذب، عايشين على الكذب، انت لا تسرق، عايشين على السرقة. بعدين راح لعند موسى قال له معي وصية، قال له ادحى، قال له بلاش، قال له اعطيني 10 وانا عندي وصية. ما تصدق حدا ولا وصية، استفتي قلبك لو افتوك. الكذب النسرقات كلنا عايشين فيهم. انا شو الحلال لقلك؟ يمكن يكون حرام لغيرك. بالأم العربية إذا ما كانت البنت عزراء ما بيستمها غير أمها، برا عيب إذا ما بيستمها غير أمها. بتروح بتقول لها شو وحدي تحني داخلك بدي أتجوز، لأنه ولا هالقد حمارك حدا أنا وروحي هون. لا ليزي منقتلها برا وهيك خيانة، جوزها بيقتلها وابنها 12 سنة، إيه أمي زانية لأنها حبت. ولك تركي الزواج مقبرة الحب ومقبرة الجسد ومقبرتك أنت. إذا ما في حب ما جمعه الله لا يفرقه إنسان. هيدا زواج صلحة وصلعة وسلعة يا رقيب، كله مدبر. arranged marriage كذب ونفاق، هاي اللي وصلتنا مطرح ما وصلنا. اتركوا هالنفس تحب وهالذات وهالروح، كلنا من روح الله. فبدنا وصية وقت بتكون من روح الله. الله بده وصية، ولو بنقول له لهالالوهية اللي فينا لا تسرق، لا تكذب، لا تزني، لا مش انا شلنا، لا 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 تسرق اكذب، وصلنا لهم. بوس الواو مص الواوة مص الواوة مص الواوة، هالكبت وصلنا لهالفلت. فإذا من هالكبت نعم بدنا نشيل الكبت يروح الفلت، بدنا نحط شوكينج سيستم صدمة ونقول اقرأ أيها العربي، ونقرأ ونفهم ونحيا ونعيش. من آمن بي وإن مات، من آمن، اللي بيآمن بهالأبوة الأموم الإلهية في ما في موت. جايين زيارة، وهالزيارة الله عم بيزور الله، كل شيء الله إلهية، الله عم بيزور الله، الله عم بيزور الله. الحق مع الحق والنور مع النور، ودايما وجه أفا. اللي بتشوفه كذاب ومنافق في بقلبه مسيح، والمسيح في بقلبه كذاب ومنافق. ولكن بدون جماعة، بدون شيخ، بدون مرشد، بدون صادق ما منقدر. اليوم في زاوية فونديشن صوفية، قلت له أنا ما بنتمي إلى أي طريق نقشبندي ومدرمين وفلان وفلان ورفاعي. حب الرفاعي لأنه ببيع بزرع. الصوفية هي بذرة كل الديني، ما عندهم شريعة. 24 ساعة بيطوفوا بعشق أنا الحق يا حبيب قلبي. ما في شريعة، صوم وصلي بتركبك القلة. كل عمل لعبادة صار عبادة. قلت لهم حلو كتير إنك تكون برمضان عايش برا مطرح اللي فيه جماعات صوفية بيهتموا بعضهم، بيدخلوا بعضهم، بيزوروا بعضهم، لأنه ما في عائلة، ما في أخوة، ما في هيك. صرنا منحب أن يكون عندنا حدا بالحي يسأل عنا. ولكن الصوفي جوفيز سكنوا هيدا بهالطريق هيدا من هالطريق، حزب صار. الصوفية بذرت كل الديانة، لا شريعة ولا طريقة. خلق الخالق طرق بعدد ما خلق، وفينا انطوى. أتحسب نفسك أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. سو ما في زوم تروح لمطرح ولا المجرات ولا شيء، مطرح ماني. ها
الروح الحي فيك وين ما رحت بتاخدك. انت اسمع لها هيك اقعد كم دقيقة بالنهار وبعدين 24 ساعة 25 ساعة بالنهار تكون بعلاقة استمرارية كريستاليزيشن استنارة. كلنا نور من نور، أنتم ملح الأرض، بتدوب بالأرض جسدها والنور بالنور، إله مع إله. فإذا كل واحد يتعرف على نفسه مش على الباسبور والورقة شو مكتوب، مثل المسيحي سن شيء مين أمك مين بيك، لا هي أمي ولا هي بي ولا هي خي ولا هي أختي ولا رب أخ لم تلده لك أمك. كل واحد الإنسان اللي معك اللي حدك هلأ، إذا هلأ أخذ الله الأمانة وانت على الطريق وأنا على الطريق، بلمني المسلم أو السني أو الشيعي الحبيب، الله بيسخر إنسان كلنا عيال الله. إن شاء الله هيك من هالموقع عم نتواصل أكثر مع بعضنا، وإذا واحد بالشهر واحد حس بهالنور اللي فيه الحمد لله. إن الكرام قليل، شمعة صغيرة بتضوي عتمة كتير. مريم أنا بتكون الرجل اللي بخدمتك، دخيلكم ديت وبلوك وفك، مني بحاجة وإلى رجل ولا حدا بخدمتك ولا أي إنسان. شو بدك لعم هيدي بيموشن انفي عليه، بدي رحمة، بدي انفعال. شو هالانفعال؟ تنبربو إلى عمل قول وحال. لبا أعطني حريتي وخذوا ما يدهشوا العالم. مش هالشحاتة رئيس مريدنا سألت عن هالعشي. المحكمة الدولية ماذا تقول؟ كل يوم في موضوع جديد. شو موضوعك؟ أنا الكتاب وأوشو بس. يا حبيب قلبي هو منه أوشو باسم، يعني إذا بتفهمه عم تفهم نفسك. إذا أنت مرآة لعلا أوشو وميشو وجرجاف وشاوة وأنتون سعادة، نعم كتار، مصطفى محمود، كمال جنبلاط، كتار، السيد موسى الصادق، كلنا شفناه مسيح، كلنا إنجيلي الشكل. هيدا خي وهيدا خي، هيدا عيني وهيدا عيني. صمت العارفين اثنين بحبوا بعضهم ما في مجال للكلام. ليش بدك تقول انا بحبك؟ شو ملا عم بتشوف الحب؟ الطفل ما بيحكي السنتين، نحن بندف شو تيحكي. صمت صمت العارفين، البراءة ما بتحكي، حتى الحكمة ما بتحكي. الحكمات ولكن اليوم في أكثر من السحر والشعوذة بنا خاص عنا بأمة العرب. بالساسين يعني منطقة بالأشرفية في محل بيبيعوا جوهرات بلاستيك، ما فيني أخبركم شو شفت، انطروني بكره.